ما دخلت الشمري فيها الساق ملابس بسيئة علي، يقول يا جماعة الربع ارسوا على بر ولا حتى على بحر، اتفقوا ولا تفشلون عند اصدقائنا الفرنسيين، انا اقترح يلعب الدور الاول في الرياض والدور الثاني في جدة. تكلم على ميسي، تشوف انت الصورة ولا لا؟ والله الكلام اكثر انه على الهلال هذا الكلام الواضح يعني بس تأكيدا لكلام امس، ترى لم نتحدث ان الهلال وقع مع اللاعب. كلام انه في عضو مجلس اداره شرف اللي موجود الاستاذ فهد بن نافل في باريس، ممكن يخلص مع اللاعب او لا، او ممكن يخلص مع لاعب اخر في باريس، الله اعلم. لم يخلص مع ميسي، ممكن لاعب اخر، الله اعلم. بس رايح يخلص، رايح يخلص، اي رايح يخلص ورايح يخلص بالعكس، والدعم موجود من الدوله ومعطى كما حدث للنصر بيحدث لبقيه الانديه ككل. هو موجود في باريس والكل يعلم انه في باريس، طلعنا في الخبر امس وجانا ليش تتمصر؟ والله مش مصر، والله نفرح للهلال ونفرح للنصر ونفرح لكل الانديه لما نشاهد صفقات بهذه النوعيه تاتي للمملكه العربيه السعوديه.